تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي والهلال السوداني في شوط اول انحصر فيه اللعب غالبيته في وسط الملعب. يمكن كان النادي الاهلي طبعا قلت الخطوره على المرميين سواء مرمى الهلال او مرمى محمد الشناوي، ولكن اتيحت افضل الفرص لحسين الشحات في الدقيقه 6 ولكنه اهدرها بغرابه. كابتن شريف، تعادل منطقي. تعادل في كل شيء الا فرصه حسين الشحات زي ما انت قلت، وده اللي احنا كنا بننوه عنه وبنقول انصاف الفرص. لازم يكون ليك سبق التهديف. لما تجيلك فرصه زي دي كان تخليك في حته تانية خالص، هتلعب زي ما انت عايز وهتجيب الهدف الثاني والثالث. اديت فرصه لفرقه الهلال انها تبقى متواجده عندك في الجزء منطقه الجزاء عندك من الناحيه الشمال اللي هي بيلعبوها بس عن طريق الراجل نمره 5 ايمورو ابراهيم، وبيعمل عرضيات وبيعملها كويس جدا الحقيقه، وعدت كورتين قدام الشناوي. ولكن المباراه تعادليه في كل شيء، في الباص، في قطع الكوره، في الكاونتر اتاك، في الميز باص. انت من الناحيه اليمين عندك شغاله كويس جدا، بتحاول تعمل عرضيات، ولكن انهاء الهجمه او اللاعب اللي يقدر يتحرك جوه منطقه الجزاء رغم اسلوب النادي الاهلي بحسين الشحات بيلعب جوه مكان احنا قلنا طاهر وقلنا برشتاو، طلع ان حسين الشحات هو اللي هيلعب في القلب وهو اللي هيحاول يترجم سبق التهديف للنادي الاهلي، وكانت ليه الفرصه اللي احنا اتكلمنا عنها. يجوز الاهلي كان الهوا ضده في اول شوط، وانا شايفها ميزه، كانت ما كانش عيب يعني. لو استغل الهوا الشوط الثاني في تغيير استراتيجيه اللعب في التفكير والتركيز في التصويب بقى، في الدخول جوه 18 باكثر من لاعب، انت عايز لعبه واحده تخلص لك المباراه، ولكن المباراه دي شكلها كده زي ما انا قلت لك قبل المباراه ما تبتدي، الشكل ده شكل تعادلي يعني. اسلوب الملعب ده والهواء اللي في الملعب والطريقه اللي احنا بنلعب بيها، مفيش بناء الهجمه السليم، مفيش مساحات انت خالقها لنفسك، مفيش تحركات اصلا من اللعيبه، اللي هي الضغطه بتاعه الهدف نفسها، انت بتلعب كمان كرات طويله بتروح لهم سهله جدا لحارس المرمى بتاعهم. ففي لازم حاجات كتير قوي تتغير. نص الملعب بتاعنا لازم يتعامل باسهل من كده، برؤيه احسن من كده، بتحركات اكتر من كده من الشكل الهجومي يعني. فبالتوفيق الشوط الثاني، ويجوز وجود مجدي قفشه في الشوط الثاني يكون ليه شكل ايقاعي شويه في الملعب يعني. كابتن علاء، الشوط اول اقل من المتوسط فنيا، لكن الكابتن شريف قال ان لازم الشكل يتغير الشوط الثاني. عشان الشكل يتغير الشوط الثاني لازم يحصل ايه؟ هو اتغير بمين؟ حد من بره ولا طريقه اللعب ولا الشكل؟ لا، هو بيتكلم على يا اما طريقه اللعب يا اما تدعيم بحد من البدلاء. لما اتغير بالاداء، الاداء اللي بسرعه شويه على كلها، انك انت بتلعب مباراه او شوط في فرصه وانتهى الكلام على كده، يعني تقول فرصه حسين الشحات وتسكت. أي. ليه؟ سكوتك لان فرقتين شبه بعض. يعني فرقتين بالظبط، واحد بيمسك الكرة انت خلص هجمتك زي ما تخلص، وبتخلص بخطا من غير ضغط من غير حاجه خالص. وانت نفس الكلام، بيستلم الكرة خلص هجمتك من غير اي خطا. هو ده الشوط، شوط بطيء فنيا، ضعيف جدا. كان ممكن على كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كره حسين، واحنا قلنا المباريات دي بتيجي نص فرصه انصاف الفرص تحسم. طيب انت بقى جات لك فرصه ثانيه بعدها؟ لا لا لا، ما تفكرش. الشوط ما فيهوش غير فرصه حسين. كان لازم قتل المباراه، مش الشوط. انت كنت قتلت المباراه تماما، انت كنت هتدخل فريق الهلال في حته ثانيه خالص، هيفكر ازاي يتعادل معاك وبعدين عايز يكسبك. مزبوط. فده هو الخطا، لكن لازم يبقى في ضغط اكتر من كده، والاداء بقى اسرع من كده في عجاله بس كده. يعني مفيش تغييرات من البدايه. كولر ما بيغيرش بالشوط. يعني عشان يعني تقريبا سمات المدير الفني احنا عرفناها خلاص. طيب بين الشوطين هو ما بيغيرش غير لو لا قدر حصل اصابه. لكن عايز اسالك على اسباب توتر بعض لعيبه النادي الاهلي، خصوصا طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي. انا مش عاجبني، انا مش عاجبني خصوصا حمدي. لان حمدي في كل كوره ليه او مش ليه بيروح الحكم. مره هيلاقي حكم هيديله انذار في انذار، لا ما ينفعش، انا ما بحبش كده. حتى لو تروح بس بلاش باعتراضك واضح عنيف كده. مبالغ كده. وبعدين بصراحه انا مش شايف ان هم خشونه زايده، يعني حد شاف خشونه او حاجه؟ ما فيش حاجه. الناس بتلعب بجد، بتلعب كوره نظيفه. ممكن التحام عادي، غيرك مش قصده يأذيك. فلازم حمدي يعني اتمنى اكتر هدوء من كده، اكتر من كده طبعا يعني.
كابتن اسامه رؤيتك الفنيه الشوط الاول، واحنا توقعنا ان ممكن مستر كولر يضغط من البدايه، ولكن مستر كولر تقريبا لعب من نص ملعب. هو الضغط قليل من الفرقتين، السيطره متبادله، يعني كل واحد بيستحوذ على الكوره بعض دقائق وتنتهي الهجمه زي ما بتنتهي يعني. الهوا كان ليه دور في طريقه اللعب؟ ممكن، بس مش هو السبب الرئيسي يعني. مؤثر قوي. مش هو السبب الرئيسي. مش مؤثر قوي زي ما اسامه بيقول كده. مش هو السبب الرئيسي. اللي هم عندهم خطورتهم ناحيه الجنب الشمال اللي هو مكابي رقم 34 اللي هو عرضيات. سابق شعره ده سريع جدا وبيحاولوا يعملوا له كره طويله وبيعدي وبيعمل عرضيات، ومعاه امورو ابراهيم اللي هو رقم 5 الجنب الشمال عامه عامل خطوره شويه. وهم بيحاولوا احيانا يسيطروا ويستحوذوا، ولكن اكتر بيحاولوا يعملوا كور طويله للمهاجمين او النادي الاهلي. الضغط قليل شويه، يعني تحس ان العمليه ما بتكتملش. مظبوط. السيطره والاستحواذ على الكوره بيجي احيانا ولكن فترات قليله قوي. في نقطه احنا اتكلمنا فيها وانا قلت الاربعه الاماميين دول ممكن شكل يحصل فيهم اي حاجه، بس احنا قلنا الاقرب انه هيثبت حسين وهاني في الجنب اليمين عشان هو جنب ماشي كويس، واحمد عبد القادر وعلي معلول الناحيه الشمال، وطاهر وبرسي. ورغم ان قلنا ان طاهر مش لعيب استحواذ زي مجدي، زي قلت لك، عشان كده ممكن حسين الشحات يلعب جوه، وهو ده اللي حصل فعلا، ان حسين الشحات هو اللي بيلعب قدام حمدي فتحي وديانج، على اساس حسين عنده جزئيه السيطره على الكوره واللعب، انه يقدر يستحوذ ويغير اتجاهات اللعب ويسيطر على الكوره، وطاهر هو اللي لعب ناحيه الجناح اليمين. هي الموضوع مش واضح يعني، يعني يعني انت لا قادر تقول ناحيه علي معلول عبد القادر ماشيين بشكل كويس، في هدوء فيها. الناحيه الثانيه في جري كتير، بس مفيش تركيز، مفيش تركيز وتقل كده. انا وجهه نظري حسين الشحات لما هيلعب ناحيه الجنب اليمين زي ما هو مع محمد هاني اوقع مش عشان حاجه، انت مش هتلعب بطريقه الاستحواذ في نص الملعب، بس اكنك بتلعب بقى بطاير وبيرسي تاو راسين حرب، او بيرسي تاو ينزل لتحت شويه، بس خلاص كانت في جبهه شغاله كويس. دي نقطه. النقطه الثانيه مع التغيير، لا هو الراجل مش هيغير بين الشوطين واحنا متوقعين كده، لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان قفشه ينزل في وسط الملعب وحسين يلعب على الطرف اليمين. قفشه بيعرف يعمل استحواذ على الكوره على حساب طاهر محمد طاهر وطاهر احمد عبد زي ما هو. ما خلاص بقى، ما انت مش هتغير كله. انا بتكلم في البدايه، بس هو مش هيحصل في البدايه، ممكن يحصل بعد 10 دقايق وربع ساعه، ممكن على حساب احمد عبد القادر، ممكن على حساب طاهر، ممكن على حساب بيرسي تاو يعني. لكن قفشة عنده حته اللي هو ايه، الهدوء والتحكم في رتم الكره، لانك انت ممكن توصل للجون بسهوله ببساطه، لان هو ما فيش ضغط شديد على لعيبه وسط نص ملعب النادي الاهلي. لكن في المجمل ما اعتقدش ان الراجل هيغير في بدايه الشوط، ممكن بعد 10 دقائق، ممكن بعد ربع ساعه، لكن نتمنى الشوط الثاني يبقى افضل ونقدر نستثمر الفرص القليله ان شاء الله. او اذا كانت كترت بقى الشوط الثاني زي كره حسين شحات اللي كان ممكن في اول 5 دقائق، هي دي تقريبا الفرصه الوحيده تقريبا. وهم عليهم كوره او كورتين بالعرض، واحده خرجها الشناوي وواحده طلع عليها طويله بس، لكن نتمنى الشوط الثاني يبقى افضل يعني ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن ما شفناش واجب هجومي من حسين، من علي معلول ومحمد هاني، ما شفناش تسديدات على المرمى، ما شفناش كرات بينيه، انعدمت الخطوره على مرمى الهلال، وهي اصلا اوريدي انعدمت الخطوره كمان من الهلال على مرمى محمد الشناوي. الشوط الثاني الهوا نسبيا هيكون مع النادي الاهلي، ممكن مستر كولر يغير فكره واسلوبه ويضغط على فرقه الهلال من قدام، ممكن يعمل تغييرات من بدايه الشوط الثاني، يغير طريقه اللعب. بص، الشوط الاول شوط سلبي في كل حاجه، يعني اعتمد في اللعيبه على ادائهم، حتى الفرقه الهلال السوداني اعتمد على الاداء الفردي للعيبه. انا ما شفناش اي تاكتيك بيتعمل، يعني شفناش جمل يعني متحفظه او بيشتغل عليها. كل اللي شفناه بدايه الماتش زي ما قلت لك كابتن ايمن جس النبض، فهيضغط على فرقه النادي الاهلي، عايز يغلط اللعيبه المدافعين، واحنا كنا واقفين بشكل كويس. احنا الاهلي عايز ايه من الماتش؟ يعني ايه اللي انت ممكن تستشفه كده من الشوط الاول؟ هل انت رايح لنقطه التعادل؟
هل انت رايح لفرصه عشوائيه مثلا؟ هل انت رايح لفرصه منظمه؟ هل انت عايز تكسب فعلا الفرقه الهلال السوداني؟ هو ده اللي المفترض يشتغل عليه المدير الفني الشوط الاول، الشوط الثاني اسف. الشوط الاول مش واضح الاستراتيجي بتاعت فرقه النادي الاهلي، هل انت بتضغط من قدام، بتعتمد على بتبني الهجمه، بتعتمد على الهجمه المرتده؟ مش واضح الاداء، طريقه اللعب مش واضحه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. الشوط الثاني المفترض يبقى شوط مختلف شويه، خلاص مرحله جس النبض خلصت بالنسبه للفرقتين. عارف دلوقتي العيوب، بتاعت فرقه الهلال السوداني ايه؟ هم فرقه يعني اقرب للفريق، مش عايز اقول العشوائي، ولكن الفريق الفردي. يعني هم بيعتمدوا على الحاجات الفرديه، لعيب الرايت وينج بتاعهم هم بيعتمدوا عليه يلعبوا له الكرات الطويله، هو سريع شويه، اللي بيلعب على ناحيه علي معلول بيحاولوا يلعبوا له كل كره طويله عشان يروح يستغل السرعات بتاعته. في هواء كتير في الملعب، وبرضه لناحيه الشمال قبلها بس هو مكابي الاكثر، بس الاكثر اللي هو ناحيه اليمين. هم لما بيحضر بيشتغل على مهاره ناحيه الشمال، لكن بتكلم على الكرات الطويله يا كابتن وسام. يعني هو لما بيبتدي يحضر بيلعب ناحيه الشمال عشان مهاري شويه، لكن الناحيه الثانيه سريع فبيلعب له كل الكرات الطوليه. تمام. فالنهارده انت عايز ايه من الشوط الثاني؟ هل انت عايز تسجل اهداف؟ هل انت عايز تروح للجول؟ النادي الاهلي لازم الشوط الثاني يستغل الهجمات المرتده السريعه عشان تسجل هدف. لازم تستغل الهجمات لازم تبقى هجمات مرتده منظمه، لازم يبقى في سرعه يعني سرعه في الاداء، لازم سرعه في التحول عشان تقدر تسجل هدف. انما هتعتمد على الكرات العرضيه، هم اطول واقوى ومنتشرين في ال 18 بشكل كويس، وانت تلعب لعبت خمس ست كرات عرضيه، هم اللي بياخدوا الكره وهم اللي موجودين بكثافه جوه ال 18 عشان تسجل. لازم واحده كده زي اللي اتلعبت لبرستاو بسرعه، لازم واحده اللي تاخد منهم ضربه جزاء لحسين الشحات، وعشان تسجل لازم تستغل في الماتشات دي. بص يا ايمن، انا عامه ببقى قلقان من مباريات زي دي اللي هي اعمل هجمته كده. هجمتي لا، لازم الشوط الثاني الاهلي عشان ان شاء الله يكسب لازم يفرض اسلوبه هو. صح، لازم اسلوبك يبقى باين في الشوط الثاني، في تغيير في شكل اللعيبه والتغييرات اللي بره موجوده. صحيح، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.